السادة الضيوف اللي شرفونا من الأحزاب والقوى السياسية، برحب بالإخوة أعضاء الاشتراكيين الثوريين، الإخوة 6 أبريل منورنا، الإخوة في حزب الوسط، الإخوة في حزب مصر. أنا يعني بقول ده كله يعني من الرؤية يا عمرو، مش والأنوار بتاعتكم مش مخلياني أشوف كويس. رحب بالشخصيات العامة، الأخ العزيز دكتور حسن نفعة، أخ سيف، الأستاذ الدكتور سمير عليش، مكانكو، ونحن جميعا كل من ذكرت ومن غاب عن هذا الاحتفال العظيم جزء في جسد واحد منذ 25 يناير يبتغي رفعة هذا الوطن ومواجهة كل أشكال الاستبداد والعدوان على مواطنة المصري وعلى كرامته على حريته. الحاضرين أو الحاضرون والمشاركون معنا هذا الاحتفال في مؤتمر مصر القوية الأول جميعهم كانوا رفقاء هذه الثورة. البعض اللي قابلني النهاردة من الضيوف ومن أعضاء الحزب وبيسألوا هو أنت يا دكتور عبد المنعم ما بتبانش ليه، كأن الظهور في الإعلام أو عمل مؤتمرات شعبية كما كنا نفعل من وقت الثورة مسألة مرتبطة بينا، وبينسى البعض أننا نعيش في ظل نظام قمعي الآن أكثر قمعية ووحشية من نظام مبارك، حيث منع وأغلق المجال العام بحيث شيماء الصباغ ولا سندس لما تتظاهر لتعبر عن مشاعرها الوطنية يكون مصيرها القتل، حينما يذهب مجموعة من شباب مصر عشان يتفرج على ماتش يتقتل منه 22 واحد في التعداد الرسمي وأكثر من ذلك في تعدادات أخرى، حينما يخرج بعض الشباب يعبر عن آرائه هنا وهناك يكون هذا هو مصيرهم، فضلا على إغلاق المجال الإعلامي أمامنا كلنا كمعارضين بحيث يعني لا يدعى معارض لأي وسيلة من وسائل الإعلام إلا باستئذان هنا أو هناك.